أهلا بحضراتكم مرة تانية، بنرجع معاكم الاستوديو صباحنا مصري وتعرف على حالة الطقس. هيئة الأرصاد بتؤكد أن الطقس اليوم هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد. أما ليلا فهيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، بيصل لحد الصقيع على وسط وشمال الصعيد. هيكون في شبوره مائيه صباحا على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه وسط سيناء وشمال الصعيد. الدنيا برد، انا قاعد بمسك في ايدي اهو، الدنيا برد، بس برد الاستوديو كمان مضاعف صحيح عن برد الخارجي. الشبوره زي ما قالت ادا هيبقى شبوره مائيه صباحا على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه وسط سيناء وشمال الصعيد، وبيشهد الطقس ربما امطار خفيفه الى متوسطه على بعض المناطق في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. معنا عبر الهاتف الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد. دكتورة منار صباح الخير. صباح الخير على حضرتك أستاذ عبد الله، وصباح الخير كمان على أستاذة أدا وكل السادة المشاهدين. صباح الخير يا دكتور منار، وخلينا نبدأ معاكي كده بأنه امبارح كان انخفاض شديد الحرارة مع بعض الأمطار، النهاردة هتكون الأحوال إيه؟ الشمس هيكون في سطوع للشمس كده وهتبدأ شوية الحكاية ولا لسه الأمطار معنا؟ لا الحمد لله، احنا بنشهد اليوم تحسن نسبي في الأحوال الجوية بعد حالة عدم الاستقرار أمس وأول أمس. اليوم هتزيد فترات سطوع أشعة الشمس على كافة مناطق الجمهورية، درجات الحرارة تبدأ ترتفع تدريجيا لتعود دي المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. يعني احنا متوقعين اليوم تكون العظمى على شمال البلاد ما بين 18 و19 درجة مئوية، احنا بالأمس سجلنا 16 درجة مئوية، فطبعا ارتفاع في درجات الحرارة عن الأمس. الطقس خلال فترة النهار بيكون مائل للبرودة على شمال البلاد، معتدل على جنوب البلاد خلال فترة النهار. خلال فترة الليل ما زالت درجات الحرارة منخفضة، الطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. أيضا الصقيع بيتكون على المزروعات نتيجة انخفاض درجات الحرارة لأقل من 5 درجات في شمال الصعيد وبعض المناطق من وسط سيناء. ايضا الثلوج ما زالت تتساقط على مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحراره اللي بيوصل ل 2 و3 تحت الصفر خلال ساعات الليل. بالنسبه لامطار اليوم هي تكون اقل بكثير وشاهدناها بالامس، والفرص اقل كمان، فهتكون فقط امطار خفيفه المتوسطه على محافظات السواحل الشماليه للبلاد وبعض المناطق من شمال الوجه البحري. الحمد لله الفرص في المناطق الداخليه قلت تماما وتكون انعدمت، يعني على المناطق الداخليه مع اعتدال طبعا في حركه الرياح على اغلب مناطق الجمهوريه. هيبقى فقط التحذير من وجود الشبوره المائيه في الساعات الاولى من الصباح وطبعا الساعات المتاخره من الليل على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. ان شاء الله خلال الايام القادمه هيبقى في مزيد من التحسن في درجات الحراره، يعني متوقع الى منتصف هذا الاسبوع باذن الله توصل العظمى على القاهره الكبرى ما بين ال 20 تمام. والتحسن ده بقى هيبدا بدايه التحسن بقى، يعني نقدر نقول خلاص مش هتعود موجات البروده الشديده دي، ولا التحسن ده هيكون مؤقت؟ لا هو طبعا التحسن هيبقى مؤقت لان احنا لسه في فصل الشتاء، اكيد هيحصل حالات عدم استقرار وهيحصل فيها انخفاضات في درجات الحراره، فده استقرار في الاحوال الجويه الى ان نشهد حاله من عدم استقرار مره اخرى. عظيم. هل مع بداية الشهر القبطي الجديد أو الشهر المصري القديم احنا خلصنا طوبة ولا لسه؟ على ما اعتقد لسه طوبة، انا مش عارفة قوي بس ما اعتقد ان لسه طوبة موجود. طيب لانه يعني الرياح بقى بتنشط وبتبقى بعديها بتبقى يعني أمشير. فترة امشير عشان كده احنا امشير لسه، ما احنا في كده احنا بنقول لسه في تقلبات جوية احنا مستمرين فيها متوقع الى انتهاء فصل. طبعا يعني مستمرين في توقع على شهر فبراير كله وايضا شهر مارس يحصل في تقلبات جوية تكون سريعة مدتها يوم 2-3 بالكثير، وبعد كده بنخش في حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. وطبعا التفاصيل أدا أول ما قلنا أمشير أو أول ما قلنا طوبة قالت أمشير لأنه معروف طبعا نهاية فبراير وبداية مارس دايما بقى الرياح صحيح. أنت عارفة بعد سقوط الأمطار، يعني امبارح مثلا كانت يعني تسقط شوية أمطار بعديها الجو الشمس تطلع والجو بيبقى صح وجميل وأماكن جداً. وأماكن كمان نسبة الأكسجين
عالية جدا الواحد بيحسها في جسمه، أصوات العصافير في كل مكان، وممكن ده يبقى يعني مدخل للكتاب اللي احنا هنناقشه النهاردة مع مؤلفه الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير شريف أنديل، الظل والرحيل والنيل. هناقش كمان كتاب له متعلق بالقضية العرب الأولى وهي فلسطين، وفي كتاب ثالث هنناقشه مع مؤلفه لواء الدكتور سيد غنيم، الأصابع على الزناد. يعني عملنا توليفة النهاردة بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53. كتاب محتوى سياسي استراتيجي بيشرح ويفسر حقيقة يعني الصراعات اللي موجودة واستراتيجيات الدول الكبرى والأخر. وكتابين تانيين، واحد عروبي قومي سياسي، وواحد تاني بيتكلم عن السيرة الذاتية، عن القرية المصرية وعن ترحلات العمر وعن الأصدقاء وعن النشأة والتكوين لكل من عاش في القرية المصرية الجميلة. دي طبعا هتكون واحدة من موضوعاتنا وفقراتنا النهاردة اللي هيناقشكوا فيها عبد الله يسري زميلي مع ضيوفنا الكرام. وهنتكلم كمان النهاردة عن جائحة كورونا والآثار يعني لناس كتير قوي أصيبوا بكورونا خلال الفترة الماضية، إيه الآثار الصحية عليهم وإزاي تعاملوا خلال الفترة المقبلة. ده أيضا هيكون واحد من موضوعاتنا النهاردة. صح. هنروح مع حضراتكم بقى دلوقتي نشوف بيان بدرجات الحرارة ونرجع معاكم نكمل قرارات صباحنا المصري.